أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين
المقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى شهيدا محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن
يغني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبار ترهقها قترة كهم الكفرة الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الأتقى الذي يؤتي
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تؤاخذنا
صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية منا إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الطاهرين وإلى من كانت القراءة من أجله. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله في فسيح جناته، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم شفع فيه القرآن، شفع فيه الصيام، شفع فيه نبيك العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة بجاه النبي والقرآن والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. وهكذا يا إخوة الايمان والاسلام، عشنا في رحاب التلاوات القرآنية المباركة الذي تلاها على معاصي حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية، قارئ بالتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد تسليني عون، القارئ والمقيم بالقاهرة. وكان معكم بتوفيق من عند الله الهندسات الصوتية والإنارة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراش الحديث الفاخرة إدارة المتوكل على الله لصاحبها ياسر فليلة المقيم والشهير بفيش الصغرى. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا، وندعو للمتوفى أن يرحمه الله ولأهله الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.